Pants. Rob Give me a second. They're off, huh? طيب هذا شرح عملي لمثال المحاضرة السابقة. طبعاً راح نحسب عدد مراحل الاتزان لهذا المثال. A liquid mixture of benzene, يعني خليط من البنزين والتولوين, is to be distilled. يراد تقطيره في برج تقطير in a fractionating tower at هذا الضغط 101.3 كيلو باسكال. الفيد of 100 كيلو مول بير اور, هذه قيمة الاف. طبعا هذا الفيد حالته liquid, is liquid and it contains, يحتوي على 45% مول بنزين. البنزين هو المكون الأخف, لذلك راح نطلق عليه زد اف. and 55 مول بيرسنت اوف تولوين. طبعا الزد اف هذه 100% كنسبة مئوية, احنا بنقسمها على 100 وبتصير عندنا النتيجة كالتالي, زد اف تساوي 0.45. الى هنا واضح؟ طيب بالنسبة للتلوين ما لي علاقة فيه لأنه هو الهيفي كي, احنا نتكلم عن اللايت كي. طبعا الفيد يدخل إلى البرج بدرجة حرارة 327.6 كلفن, هذه تي اف. A distillate, يعني ناتج التقطير أو القطارة, containing 95% of benzene. هذا اللايت كي, وهذه تساوي الـ XD. بعد ما نقسمها على 100% بتصير 0.95. And a bottom stream containing 10% مول اوف بنزين, هذه الاكس بي, او في السؤال عبر عنها باكس دبليو او في الاجابه. طبعا بعد ما نقسمها على 100 بتصير 0.1. طيب the reflux ratio, هذه قيمة ال R, 4 لواحد, يعني 4 مول لكل مول من التغلي, احنا ناخذ الأربعة. the average heat capacity, هذه CP للليكويد, 159 كيلو جول لكل كيلو جرام مول في كلفن. and the average latent heat, هذه اللمدة, 3000 او 32099 كيلو جول لكل كيلو جرام مول. طبعا عطانا الاكوليبريوم داتا, راح نشوفها بعد شوي. يبيك تحسب الدي, يعني كم كيلو جرام او كيلو مول لكل اور من التغلية, يعني الفلوريت. ويبيك تحسب البوتوم بنفس الطريقة, الكيلو جرام او كيلو مول لكل اور. ويبيك تحسب theoretical number of trays in theoretical. طيب واضح السؤال؟ شباب السؤال واضح قبل ما اروح الى الحل؟ واضح يا شباب. طيب الحل
أول شيء أعطانا الإكوليبريوم داتا، أعطانا الـ TXY، وأظن تعرفوا الـ TXY صح؟ وأعطانا بيانات الـ X والـ Y في الإكوليبريوم، هذا الجدول اللي بنرسم منه. الآن يا شباب أبي أحدد درجة غليان الخليط اللي تعرف بالبابل بوينت. أنا عندي التركيز، أجي إلى تي إكس واي دايجرام، هذا التركيز إلى الخليط، الخليط يدخل بتركيز 0.45، أجي هنا وأحدد 45 وأجيب المسطرة وأرقى بشكل عمودي من المحور س أو X إلى أن أصطدم ب البابل بوينت كيرف هنا. أعتقد واضح. بعدين بالمسطرة بشكل أفقي إلى أن أصطدم ب التي يعني درجة الحرارة في محور صاد، وأقرأ القراءة حقتها. طلعت عندي تقريبا 366 وحاجة، 366.7. هذه البويلينج بوينت او البابل بوينت، خلاص راح استخدمها بعدين. واضحه الطريقه هنا كيف نحدد درجه الغليان للخليط؟ واضح. المفروض انها واضحه لانها جت في الاختبار. طيب الان اول شيء ابي احسب قيمه الدي والدبليو. من الموازنه العامه الاف تساوي دي بلس دبليو، انبوت يساوي اوتبوت. طيب الان الموازنه الجزئيه راح تضرب الاكس اف ضرب الاف، الاكس دي ضرب الدي، والاكس دبليو ضرب الدبليو. حسبنا قيمه الدي من المعادله اللي اشتقيناها في الدرس الماضي، راح تصير اف ضرب ايش يا شباب معادلة؟ ما تتذكروا؟ طبعا الباوربوينت او الشرح نزل على اليوتيوب، تقدروا ترجعوا له. زد اف هذه المعادلة اللي اشتقيناها الأسبوع الماضي، ناقص اكس بي او اكس دبليو على اكس دي ناقص اكس دبليو. هذه قيمتها 100، من السؤال، وهذه قيمتها من السؤال 0.45 ناقص، هذه من السؤال 0.1، هنا 0.95 ناقص 0.1 من السؤال. واضح يا شباب طريقة الحل؟ واضحة؟ واضح. طيب النتيجة راح تطلع اللي هي قيمة الدي، راح تعوض في المعادلة، عندك الاف وعندك الدي، باقي الدبليو، راح تنقل الدبليو بتكون 100 ناقص القيمة اللي انت حسبتها هذه 58.8
كيلو جرام مول لكل أور، والنتيجة هذه بتكون 41.2. طيب أول خطوة في مركب فيل عشان نحسب عدد المراحل الاتزان أو عدد الصواني، نرسم الرسمة هذه، رسمة الـ XY diagram. كيف نرسمها يا شباب؟ كيف نرسمها؟ هذا سؤال موجه لكم، كيف نرسم الرسمة هذه؟ عن طريق وضع النقاط. أول شيء الخط هذا اللي باللون الأحمر كيف نرسمه؟ واحد واحد أبي أسمع. نأخذه بزاوية 45. أيوة زاوية 45. طيب أو X تساوي Y أو رؤوس المربعات هذه، شوفوا هنا من الصفر في المسطرة إلى 1 و1، هذه الواحد من هنا وهذه الواحد من هنا، واضح؟ واضح. أنا رسمتها من البيانات اللي موجودة في هذا الجدول اللي هو الخط الأزرق هذا، من البيانات الموجودة في الجدول. خلاص؟ الخطوة الثانية في طريقة مركب فيل انك تحدد الـ XD النقطة هذه و ZF و الـ XP او الـ XW. عطانا السؤال وقال ان الـ XD تساوي 0.95، أول حاجة راح أحدد مقياس الرسم. 1 ناقص 0.8 كم؟ 0.2. صحيح. طيب راح أقيس بالمسطرة كم مليمتر بين 0.8 وال1. لقيتها 39 ملي. راح أقسم 39 ملي، أو عفوا 0.2 اللي هي الفرق في الفترة، تقسيم 39 ملي. الملي الواحد راح يعطيني هذه القيمة، واضح؟ المسافة من هنا إلى هنا كم؟ من هنا إلى هنا 39 ملي. هذه حطيتها تحت في المقام. أي. والفترة هذه تعتبر كم قيمتها؟ تعتبر
من فاصلة ثمانية إلى الواحد كم؟ اثنين. فاصلة صفر فاصلة اثنين. اثنين. 0.2 تقسيم 39، قيمة الملي الواحد تساوي فاصلة 0.0512. واضحة؟ واضح. طيب واضح. الآن هنا نص المسافة تساوي 19.5، هذه بين الفاصلة 8 وفاصلة واحدة، هذه 10، 15، هنا 19، هذه نص المسافة، نص المسافة تساوي فاصلة 9. طيب نص المسافة بين الواحد وبين الفاصلة 9.05 اللي هي تعطينا قيمة الـ 0.95، راح أجي هنا وأقيس المسافة. المسافة من هنا إلى هنا 19.5 تقريبا، نص 19 كم يا شباب بالآلة الحاسبة؟ 19.5 تقسيم 2 9.75. أجي هنا تقريبا هنا، طيب حددت الآن قيمة الـ XG، هذه 95 او الاكس، اي عفوا الاكس دي مش دبليو. واضحه هذه يا شباب ولا مو واضحه؟ طيب راح امد خط مستقيم الى ان اصل الى خط الدياجونال هنا من الاكس دي اللي انا حددتها، هذه النقطة الأولى. طيب هذه النقطة الأولى في خط Rectifying Operating Section. النقطة الثانية أحتاج إلى رسم بالميل أو اللي نسميه الانترسبت، الواي انترسبت، يعني تقاطع الخط المستقيم مع محور واي. المعادلة هذه هي المعادلة، هذه قيمة السلوب الام وهذه قيمة البي. طلع عندي البي قيمته فاصلة 19، اكس دي البي جبناها من القيمة هذه، اكس دي اللي هي 0.95 على الار قيمته 4 وتساوي فاصلة 1.9، تعوضنا عنها هنا بالمعادلة. الميل يساوي 4 على 5، واضح كيف حسبنا الميل؟ واضح.
أساسا في السؤال قيمة الـ R تساوي 4، 4 على 4 زائد 1. نايمين؟ طيب فقيمة الميل فاصلة 8 وقيمة الانترسبت فاصلة 19. طيب الانترسبت للخط المستقيم تساوي 0 بالنسبة للإكس، وبالنسبة للواي قيمة البي، قيمة البي اللي هي 19 أو فاصلة 19، فبتكون في النتيجة أجي هنا وأحدد مقياس الرسم بنفس الطريقة من الصفر إلى الفاصلة 2 مقدارها فاصلة 2، تقسيم المسافة بالمليمتر، تعطيني 22 ملي. الملي الواحد يعطيني فاصلة 0.0909. طيب الآن أبي أحدد منطقة الفاصلة 19، 11 ملي راح تعطيني قيمة الواحد أو الفاصلة 1، هذه هنا قيمة الفاصلة 1 في نص المسافة، هذه من هنا إلى هنا 11 ملي. طيب باقي عندي الآن 1.9، باقي عندي أوصل إلى 0.09. طبعا 0.09 تقسيم هذا الرقم بيعطيني كم ملي؟ تقسيم فاصلة 0.0909 احتاج تقريبا 9.9 ملي من هذه النقطة. بيكون موقع الانترسبت تقريبا هنا، الآن أستطيع رسم الخط المستقيم بمعية الانترسبت والنقطة الأولى بالمسطرة. واضح الصورة؟ واضحة؟ اي واضحة. طيب واضحة. هذا الآن يعرف بالريكتيفاينج اوبريتنج لاين، هذا الآن الريكتيفاينج اوبريتنج لاين،
rectifying operating line. طيب اقدر ارسمه بمعية الميل من هذه النقطة. كيف؟ الميل عبارة عن دلتا واي على دلتا اكس، وقيمته هنا 0.8 حسبناها، طبعا المقام واحد خلاص. احدد لي مقياس للرسم، كل واحد ملي يساوي فاصلة واحد، هنا واحد تكون. اجي من هذه النقطة لازم تكون مسطرة مستقيمة، من هذه النقطة فاصلة واحد، فاصلة اثنين، فاصلة خمسة، فاصلة ستة، فاصلة سبعة، فاصلة ثمانية. هذه فاصلة ثمانية، وأمشي بشكل أفقي من هذه النقطة عشر خانات. هنا في خطأ بسيط بس في التقييم، لازم نجيب نص النقطة بالضبط. بتكون فوق شوي هنا عشان يطلع عندك القراءة مضبوطة، وتمشي عشر خانات، فبيكون هذه نقطة الميل، وترسم الخط المستقيم بهذه الطريقة. عندك نقطة وهذه نقطة الميل اللي هي الدلتا واي على دلتا اكس، دلتا واي وهذه دلتا اكس، هذه تساوي واحد وهذه تساوي فاصلة ثمانية. واضح يا شباب؟ زين خليني أعيدها، يبدو أنها مو واضحة. هذه النقطة تمثل نقطة الأصل، هذا محور X وهذا محور Y بالموجب، وهذا محور X وهذا محور Y. الدلتا Y بالموجب يعني أرقى فوق بالموجب بالشكل هذا من منتصف النقطة هذه، هذه الآن نقطة الفاصلة ثمانية، طيب من الفاصلة ثمانية أمشي، احنا قلنا كل ملي يمثل فاصلة واحد، من هنا أمشي هنا دلتا واي، من هنا في الاتجاه الموجب، هذه عشرة ملي يعني واحد، إذا نقطة الميل تصير هنا وتوصل بين الخط المستقيم بالشكل هذا. طبعا الرسمة مو دقيقة، هي المفروض أنزل شوي هنا وتكون هنا، بعدين ترسم الخط المستقيم اللي يميل أو يمر بالنقطتين هذول.
راح تلاقي انه ينطبق على الخط المستقيم هذا. واضح الفكرة؟ طيب راح نحل. طبعا الافضل انا اشوف عشان تكون الرسمة دقيقة انك تمشي بالمسطرة حتى هنا، اذا ما يكون الخط مستقيم 100% يطلع عندك خلل في الرسم. هذا المحور Y وهذا المحور X مرورا بنقطة الأصل اللي هي الـ XD XD. طيب قلنا كل واحد ملي يساوي فاصلة واحد. طيب انا عندي في الواي المسافة اللي راح امشيها فاصلة 8، يعني 8 ملي. هنا 8 ملي. هنا راح امشي بمقدار واحد. الآن راح توصل من نقطة الميل هذه نقطة الميل الخط المستقيم واللي هو انطبق على الخط المستقيم الأساسي حقنا. هذه الطريقة الثانية. طيب الآن راح أرسم الكيو لاين. كيف أرسم الكيو لاين يا شباب؟ لو تلاحظوا هذه النقطة أنا رسمت بشكل خفيف هنا، مرت بالخط المستقيم هذا، ولو مديت الخط المستقيم راح ينطبق على هذا الخط. الآن أبي أرسم الكيو لاين. كيف أرسم الكيو لاين؟ أول شيء لازم أحدد قيمة الكيو. هذه قيمتها من المعادلة. كيف أحدد ظرف الكيو أو ظرف التشغيل أو ظرف الفيد؟ قلنا ان البابل بوينت للفيد 366.7 طلعناها من الرسمة، لكن الفيد يدخل بدرجة حرارة 327.6. هذه درجة حرارة الفيد اقل من درجة الغليان، لذلك نعتبر السائل بانه سائل بارد. في السائل البارد قيمة الكيو تساوي هذه، 1 زائد السي بي أعطانا السي بي اللي هي تساوي 159، درجة حرارة الغليان التي بي تي بويلينج ناقص التي اف، هذه تي اف للفيل، تقسيم 32099.
راح تطلع قيمة الكيو عندنا تساوي هذه، لأن الكيو تساوي لأن الميل يساوي هذه القيمة والانترسبت تساوي هذه القيمة. فإحنا راح نرسم بمعية الميل، الميل تساوي كيو على كيو ماينس 1. قيمة الكيو طلعت عندنا من هذه المعادلة اللي هنا تساوي 1.195. طيب الآن قيمة الميل طلعت 6.12. لرسم الخط المستقيم أنت محتاج إلى نقطتين، النقطة الأولى 0.45 اللي هي قيمة الزد اف. كيف تحسبها؟ من هنا إلى هنا نص المسافة اللي هي 19.5، هذه 0.5. هذه 0.5. طيب 45 قبلها، 45 في نص المسافة بين 0.4 و0.5. يعني 19.5 اللي هي المسافة الكاملة تقسيم 9.75. تقريبا هنا أجيب المسطرة وأرسم الخط المستقيم هذه النقطة الأولى في الكيو لاين، واضحة؟ واضحة. طيب الميل يساوي 6.12 على 1، هذه دلتا واي وهذه دلتا اكس. راح افترض ان كل ملي يساوي 1، فراح امشي هنا من نقطة الاصل هنا واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، فوق الستة بشوي راح اخذ خط. ايوه استاذ انا تعبان استاذ بروح للمستشفى، اسمح لي يا استاذ. لازم تجيب ورقه وتعطيها شلون المتدربين. ما شلون المتدربين ولا انت؟ شلون المتدربين؟ الله يعافيك. الان رسمنا يا شباب هذا الخط اللي هو يعتبر الواي. الان برسم الاكس، الاكس ملي واحد بس. يا استاذ مو انت اللي غلط، شايف انه كرام مو كرام. ها؟ انت حسني وش بالضبط؟ ما فهمت. ما ادري عني. لا لا تعبان استاذ، الغلال عندي. جيب ورقة. ما في مشكلة، لك انت. جيب ورقة مو مشكلة.
هذه الآن نقطة الميل. واضحة يا شباب؟ مشينا إلى فوق ستة ملي وشوي، وبعدين جهة اليمين واحد ملي، باعتبار أن الواحد ملي يساوي واحد من هذه القيمة. واضح؟ أكمل؟ واضح. طيب الآن برسم الخط المستقيم بين هالنقطتين هذول. هذا الآن الـ Q line، هذا الـ Q line. طيب الآن الـ stripping operating line، علشان تحدد إذا أنت محتاج الـ XW اللي أعطانا إياها فاصلة واحد. فاصلة واحد تكون في نص المسافة هنا اللي هي عبارة عن 19.5 ملي. تقريبا هنا تمد الخط المستقيم إلى الخط الدياجونال. طبعا يا شباب أنا القلم عندي مو مبرع، مو مضبوط الرأس حقه، يحتاج لتبريع، ما عندي براية، فأنت تجيب أدواتك في الاختبار. هذه النقطة تعتبر نقطة الـ XP أو الـ XW زي ما كاتبها في السؤال. طيب تبي ترسم الخط التشغيلي لمنحنى الـ Stripping. قلنا هذه نقطة، ونقطة الالتقاء بين الخطوط تعتبر النقطة الثانية. خط مستقيم يمر في نص النقاط، ورسمنا stripping operating line. واضحة هذه الخطوات؟ واضح؟ واضح، يبين في الاختبار. طبعا الخطوط اللي بعد نقطة الالتقاء امسحها، هذا واحد من الأسئلة، مو نفس السؤال بس واحد من الأسئلة بيجي بنفس الطريقة في الاختبار الشهري الثاني اللي بيكون الأسبوع الجاي.
طيب الآن راح نبدأ من XD بشكل أفقي وراح أرسم الخط اللي يصل إلى XY diagram أو XY equilibrium line. الآن راح أنزل بشكل عمودي لازم المسطرة ما تتحرك يا شباب الرسم واضح وياكم يا شباب تشوفون كيف ارسم مو إلى الخط الأحمر إلى الخط هذا اللي سويناه الـ ROL وتوقف عنده
طبعا اجيب لكم مسطرة صغيرة في الاختبار احسن، انا ما عندي الا هذا المثلث، شوي يقلل الدقة عندي. إما أنك تصل إلى هذه النقطة أو تتجاوزها شوي وتوقف. طيب، فالآن راح أبدأ أعد الصواني من فوق، هذه واحد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، هذه ستة، وهذه سبعة. هذه مو كاملة، الثامنة مو كاملة. وش تسوي عشان تحسب الفراكشن؟ انت المطلوبة منك الى النقطة هذه، راح تقيس المسافة للخط كامل، تقريبا 19 ملي، والخط اللي مطلوب عندك تقريبا 8 ملي. ثمانية تقسيم 19 7.42 يطلع. يمكنها أكثر من 8 بشوي. لا والله 8 مضبوط. يطلع كم؟ 0.42. نتأكد بس من طول الخط. استاذ ليه قسمناها على 19؟ اي بس شوي، مو على 19 يا شباب، على 18. على 18، 8 تقسيم 18 تقريبا 0.44، يعني تقريبا 0.5. في أكيد حاجة خلل عندنا في ال، يعني انحرف عندنا جزء من المسطرة، إما في الدرج هذا اللي سويناه أو في الخطوط الأفقية، أو دخلنا شوي هنا، الفرق 0.1، يعني يفترض هذه تطلع 0.55 0.56، واحنا نقربها الى 0.6 او تطلع 0.6. عموما مقبول، هذا الحل مقبول. احنا نبغى نحسب اللي سألني كم جزء هذا يمثل من الصينية. هذا لا يمثل صينية كاملة، لان احنا محتاجين المسافة هذه، صح؟ ليسأل. نعم. احنا محتاجين المسافة الى الـ XW. هذا الخط تجاوز الـ XW اللي هنا. كيف تحسب القيمة هذه؟ راح تحسب المسافة هذه كلها من هنا الى هنا، طلعت 18 ملي بالمسطرة، والمسافة من هنا الى هنا طلعت 8 ملي. 8 تقسيم 18 تعطيك تقريبا النص، يعني انت محتاج 7.5 ثواني. واضح؟ واضح. فلما تجي تقول الـ N theoretical تساوي
سبعة ثواني ونص. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، وهذا النص هنا. طيب عدد الصواني هذا مش الثيورتيكال يا شباب، هذا الاكشوال، ان اي اكشوال. الثيورتيكال يساوي سبعة ونص ناقص واحد حق الغلاية. الغلاية تعتبر من الصواني، من صواني البرج الغلاية، لانها غلاية جزئية لذلك نقصنا واحد، فتكون عدد الصواني المطلوبة النظرية ستة ونص. هذه إجابة السؤال. شلون هذا إذا لو تقدر يعني؟ إحنا عندنا الغلاية غلاية جزئية، والغلاية الجزئية قلنا أنها تعتبر كصينية من صواني البرج. هذه تمثل عدد الصواني الحقيقية الفعلية بما فيهم الغلاية الأكشور، صح؟ صح. زين، النظرية عدد الأطباق أو الصواني النظرية نشيل منهم الغلاية، نشيل واحد، هذه النتيجة. واضح؟ واضح. طيب واضح. لو كان عندي غلاية جزئية ومبخر جزئي راح أنقص اثنين هنا، فبتصير عدد الصواني خمسة ونص. بس أنا في الحالة هذه عندي مكثف كلي وغلاية جزئية، عشان كذا نقصت واحد. واضحة الفكرة؟ طيب هذا هو الدرس، درس اليوم. طبعا أبيكم ترجعوا إلى الفيديو رقم سبعة الآن وتتفرجوا عليه بعد الحل، راح يساعدكم تفهموا المحاضرة. هذا الحل العملي، المثال العملي، وطبعا نفس المثال هذا موجود في الفيديو. إذا ما عندكم أي سؤال ارجعوا للفيديو يا شباب، أنا فاتح القناة، فلما تطلع وما تفتح الفيديو أعرف أن ما دخلت فيه ولا شاهدت الفيديو، الإحصائيات تطلع عندي. فرجاء يا شباب الآن افتحوا القناة على الفيديو رقم سبعة وشاهدوا الفيديو. لا خلاص. يا دكتور أنا ما أخذت، ما جيت إلا متأخر شوي. متروح علي المتروح؟ نعم علي المتروح. لحظة شوي خليك وياك.